رسالته الأخيرة يقول فيها: أهلي لا يصلون ولا يصومون ويحلفون بغير الله، وقد عجزت في نصحهم، فهل يجوز مفارقتهم نهائيا مع علمي بأن لديهم حقوق الطاعة علي؟ ماذا أفعل؟ أرجو نصحي بما ترونه، وفقكم الله. إذا كان يقصد بأهله زوجته أنها لا تصلي ولا تصوم، فهذه يجب عليه مناصحتها وأمرها بالصلاة والصيام وبالتزام الشريعة وأداء ما أوجب الله عليها، فإن امتثلت وتابت إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يبقيها عنده. أما إذا أصرت على الامتناع من الصلاة ومن الصيام فهذه غير مسلمة، لا يجوز له إمساكها، قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. والتي تترك الصلاة متعمدة لا شك أنها كافرة، إن كانت لا تقر بوجوبها فكفرها مجمع عليه بين أهل العلم، وإن كانت مقرة بوجوبها ولكنها تتركها تكاسلا وتهاونا بها فكذلك هي كافرة في أصح قولي العلماء، وهو الذي تعضده الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة. فهذه المرأة إذا أصرت على ترك الصلاة وترك الصيام فإنه لا يجوز لك أن تبقيها في عصمتك، لأنها ليست بمسلمة، والمسلم لا يجوز له نكاح الكافرة غير الكتابية. أما الحلف بغير الله فهذا شرك أصغر يجب التوبة منه والابتعاد عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وفي حديث آخر: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالحلف بغير الله شرك أصغر يجب على المسلم أن يتوب منه وأن يقتصر على الحلف بالله عز وجل، لأن الحلف تعظيم والتعظيم حق لله سبحانه وتعالى. نعم. أما إذا كان يقصد بأهله مثلا أهل بيته من إخوانه ووالديه فإنه يجب عليه مناصحتهم والإنكار عليهم، فإذا لم ينتصحوا وأصروا على ترك الصلاة وترك الصيام فإنه لا يبقى معهم، يجب عليه أن يفارقهم وأن يهجرهم، قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، الآية. نعم، شكر الله لكم.